السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك كثير من الرمزية التي تتعلق بالتفاح اولا وقبل كل شيء، وقبل ان يعني ناخذ في هذه في تفصيل الخصائص الغذائية، فهذه الرمزية هي رمزية الحب. ونلاحظ أن لما نهدي تفاحة لشخص فلها رمزية أكثر من الورود وأكثر من هذه الأشياء الأخرى، وأكثر من ذلك أن التفاح له شكل القلب، وهذا له أمرين. الأمر الأول هو نفسي كما قلت، هو رمز للحب، والأمر الثاني هو أن التفاح من الفواكه التي تحمي القلب وتقي القلب من كل الأمراض، خصوص الأشخاص المزدادين ببعض الأعراض مثلا مثل بعض الضيق في الصمامات، أو يعني بعض يعني العضلات القلب التي تقوم بالضخ أثناء الانقباض، وهي التي تجعل هذا القلب يعني تكون له قوة، وعلى شكلها الداخلي هل فيها الأكتين والميوزين أو فيها الأكتين أكثر من الميوزين. وأن لما يكون طفل صغير يخلق ببعض الأعراض، فإن القلب يعني يشغل يعني خلايا الأكتين أكثر من خلايا الميوزين، لأن خلايا الأكتين قوية جدا ويتكيف مع هذه الأشياء. هذه مقدمة جمالية يعني على هذه الفاكهة، وأن هذه الجمالية هي شرعها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وأن نجد كثير من الآيات تتكلم عن هذه الجمالية وعن الزينة، ويعني حتى أن نجد كلمة من كل زوج بهيج تخص هذه التمرات. وكذلك يتكلم الله سبحانه وتعالى عن اللون، لأن اللون مهم جدا، خصوصا أنه يجعل يعني النفس تحب هذه المادة وما إلى ذلك. اللون نحن في علم التغذية صنفناه على يعني مراحل أو على تخصصات. التخصص الأول هو اللون الذي يظهر للعين في الفواكه مثل التفاح الأحمر مثلا، مثل المشمش، مثل الكرز، مثل الموز، مثل التين الشوكي وما إلى ذلك. ثم اللون الذي يظهر لما نجرح هذه الأشياء، نلاحظ أن التفاح لما نقطعه يحمر، وهذه الخاصية هي خاصية لونية، خاصية قوية، لأن المضادات للأكسدة هي التي يتحول لونها لما يصيبها الهواء أو الأكسجين. يعني كما تفضلت في المقدمة ذكرت أشياء قوية جدا، خصوص البيكتين، مكون البيكتين والألياف الخشبية. وكان عرف أن الألياف من نوعين، هناك الألياف الذائبة والألياف الغير الذائبة. والألياف الذائبة هي التي تقوي بكتيريا القولون أو ما نسميه البروبيوتيك، ومنها يعني هذه تتخمر يعني، أو نسميه كذلك الألياف المتخمرة. ومادة البيكتين هي تستحلب أو تذيب الكوليسترول، بمعنى أنها ترفع الكوليسترول الحميد أو الHDL وتخفض الكوليسترول الخبيث أو LDL. هذه خاصية التفاح وهي معروفة جدا، لأن هناك يعني الألياف الخشبية من النوعين يعني السيلولوز والبيكتين، هي كتخلي يعني هذا الميكانيزم اللي كيعمل به الجسم على خفض الكوليسترول يكون قوي. سكريات، فيه سكر الفريكتوز الذي لا يحتاج أنسولين، وكنلاحظوا على أن التفاح ما الناس ما يكتروش فقط من التفاح، لا يضر أصحاب السكري أكيد. تفاحة أو تفاحتين في اليوم وأكثر ما عندهمش مشكل، ولكن ما يتناولوش معها فواكه أخرى باش ما يتزادوش سكريات، لأن ومجموع أو يعني السكر الذي يتناوله المصابون بالسكري هو المشكل، لأن كاين اللي كيعقل غير على مادة وما تيعقلش على واحد المادة أخرى، ما خصوش يجمع سكريات بكثرة. فيه مكونات بحال الفيتامين أ، مكون الفيتامين أو الفيتامين بي، في كذلك فيتامين سي. وهذه الفيتامينات هي الفيتامينات المضادة للأكسدة، كنلاحظوا على أنها تضاف إلى المضادات للأكسدة الموجودة في التفاح، منهم الكيرسيتين والكاتيشين. الكاتيشين كاينة في الشاي بكثرة، وكاينة في التفاح قليلة، ولكن كاينة موجودة كذلك الكويرسيتين، وفيه الفلوريدزين واحد مكونات كلها، والحمض الكلورجينيك. نعم. شويه حمض الايلاجيك، ولكن الكلورجينيك اكثر من حمض اللي كنا عارفوا ان حمض الكلورجينيك هو قوي في صد السرطانات، يعني في كبح السرطانات. هذه مضادات للاكسده كذلك. الكويرسيتين، هذو اشياء ولات الان كتباع على شكل مكملات غذائيه خالصه، ويعني والثمن ديالها ماشي في متناول الكل، ولكن الناس اللي تناولوا يعني تفاح بكثره اثناء موسمه كنظن ليس هناك اي مشكل. هناك خاصية أخرى يعني يمتاز بها التفاح. أولا هذا التفاح هو فاكهة لا يملها الناس،
أكيد يعني كل الناس يحبون التفاح، الأطفال الصغار والنساء، حتى النساء اللي كيتوحموا ما كيرفضوش التفاح. سبحان الله، هذه فاكهة عندها واحد الجمالية، وعندها نعم الشكل يعني بوش تقبلها النفس وتحبها النفس، وهي تضفي كذلك سرور، لأن شكل التفاح كما قلت هو شكل القلب، وهو الله سبحانه وتعالى جعل فيها شيء هكذا يتجلب النفس وتحبها النفس. هناك خاصية دقيقة جدا نتكلم عنها يعني فيما يخص التفاح، لأن طبعا برنامج نحن نحاول ما أمكن أن نبسط للناس، للمستمع العادي، ولكن هناك كذلك علماء وهناك أطباء وباحثون يستمعون للبرنامج، ويجب أكيد أن يكون كل الناس القوا ضالتهم في هذا إن البرنامج شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. فإن وفقنا فمن الله، وإن أخطأنا فمن أنفسنا، أكيد ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. توفيق أن من الأشياء التي أصبح الطب يراهن عليها هو حموضة اللعاب، هذا اللي في الفم، حموضة اللعاب وحموضة البول، شرف الله قدر السامعين ونستسمح. ما تكون حموضة البول جيدة، الناس الآن في الغرب اللي عندهم واحد القياس كما كيقيسوا السكر، يقيسون البي اش، هذه البي اش حموضة ديال الفم، بي اش ديال الفم والبي اش ديال البول، باش يشوفوا الجسم الحالة ديالو الفيزيولوجية كيفاش عاملة. ملي البي اش ديال البول شرف الله قدر السامعين ينخفض، فلا يمكن الأوكسالات، مكون الأوكسالات لا يمكن أن يترسب ويعطي حصى في الكلية، من المستحيل. ولماذا؟ لأن هذا التفاح في حمض سيتريك وحمضيات عضوية أخرى، حمض سيتريك والماليك وحمضيات أخرى، وهذه الحمضيات هي التي تضبط يعني تخفض من هذا البي اتش، يعني هذا الحموضة هذا البول، وتخلي يعني من المستحيل تكون ماشي حصى في الكلية فقط، وإنما كذلك الحمضيات العضوية يعني تكبح تكون حصوات المرارة كذلك الليتياز. فهذه الخاصية هي خاصية ينفرد بها التفاح، ولذلك الأشخاص اللي عندهم مثلا حصوات صغيرة أو بدأت تتكون، فإذا أكثر من عصير التفاح مع الماء، لما نتكلم عن عصير مع الماء مع وليس الماء حليب، نعم عصير التفاح مع الماء، أو يكثر من أكل التفاح ويشرب ماء مصفى أو مفلتر أو ماء مقطر حتى، لما جيد لا، نعم ثم أو ماء معدني، أو يعني ماء نظيف يشرب بكثرة ويأكل التفاح، أو يطحن التفاح مع الماء ويحضروا عصائر. إذا كانوا ما يبغيوش العصائر بالتفاح فلا بأس، ياكلوا التفاح ويشربوا ماء. إذا كانوا يبغيوا العصير يعملوا عصير تفاح مع ماء مع الماء معدني يكون أحسن، لأن هذه الحمضيات العضوية هي التي الآن نحن نشجع أكل الفواكه الحامضة، لأنها هي التي تذيب الزوائد الصلبة مثل الحصى في الكلية والحصى في المرارة. إذا أراد الناس أن يستفيدوا من التفاح فلا يجمعوه مع اللحوم.